بتشوف ازاي المفروض تفكير الزمالك في الوقت ده مع الراجل، لانه بيلعب على حاجتين، هو بيلعب على المركز التاني لازم يحافظ عليه، وبيراميدز بيضغط بقوه، خد بالك، لانه لو انت شلت 3 نقاط مع نهايه الموسم من الزمالك هيبقى فرق نقطه، فالموقف بتاعه صعب شويه، لانه لازم يقعد يلعب يجهز نفسه في الدوري، ولازم يجهز نفسه في لافريقيا. طب دي تتعمل ازاي؟ الاهلي موقفه مختلف، الاهلي بدا خلاص عنده اصابات كتير جدا جدا، فبدا يعتمد على مجموعه من الناشئين، وهو حسن بطوله. انا ما شفتش الكلام ده في الاهلي. اه الاهلي بيلعب بكل فول تيم، ما فيش الكلام ده. لا ده عنده اصابات كتير يعني. ايوه يعني يعني الطبيعي يعني محمد الشناوي قاعد يلعب لحد الماتش اللي فات لحد ما اتصاب. لو مش مصاب محمد الشناوي هيقعد؟ لا. اي حد في التيم الاساسي بتاع النادي الاهلي لحد ما كان موجود، حتى بما فيهم الراجل، هو يمكن عشان فايلر كان موجود، بس اعتقد حتى بما فيهم موسيمين، ما هي كانت جماهير النادي الاهلي بتقول كده، والناس كانت بتقول كده، يا جماعه طب ليه اللعيبه، ليه اللعيبه الاساسيه بتلعب لما انت ممكن تدي فرص للعيبه الثانيه؟ طالما الموقف في نادي الزمالك بيختلف يا ابو خالد، بيختلف. ما هو ده اللي انا بسالك عليه، ايه الاختلاف في افكار الراجل تبقى عامله ازاي في الوقت ده، يعمل ايه عشان يجمع ما بين الحاجتين؟ ايه الاختلاف في موقف نادي الزمالك؟ نادي الزمالك عنده عدد كبير جدا من اللعيبه اكتر من النادي الاهلي، ده حقيقي الفترة دي، سليمة كمان لعيبة سليمة الحمد لله. ماشي، نادي الزمالك عنده ذخيرة من قطاع الناشئين قوية جدا وأثبتت نفسها، صحيح. ففي فرصة، أسامة فيصل وحسام أشرف وعبد المجيد ولا مجموعة أكتر من اسم من 2001، فرقة 2001 بيلعبوا دلوقتي فرق أول كويس، ولعبوا وأهدفوا، وفيهم ناس هدفت في النادي الأهلي. ماشي ماشي، فالقصة بالنسبة لنادي الزمالك سهلة جدا، وبالنسبة لمستر باتشيكو يقدر يعتمد، بس بشرط. ايه هو؟ ما تجيش زي ما كان بيعمل كالترون يدي 6 7 لعيبه مره واحده. حرام. يحرقهم. اتعادلوا مع اف سي مصر، ماتش سهل جدا وكان الزمالك يكسب فيه مرتاح. خسرنا بونتين ماتش الاتحاد بسبب الكلام ده، يعني في ماتشات احنا خسرناها كنادي الزمالك كان زمان دلوقتي الفرق بينك وبين اقرب فرقه ليك في المنافسه في التاني، ده انت كان ممكن تخش مع النادي الاهلي وتقلل الفرق بشكل كبير جدا في الدوري. يعني بدل ما هو الفرق كبير، لا كان يقلل الفرق. انما هو الراجل كان عنده استراتيجيه كلنا احترمناها كجمهور الزمالك، وكلنا اتفقنا عليها، لان انت ما فيش في ايدك حل تاني ان انت تختلف معاه فيه. انما مستر باتشيكو لازم يشتغل في الفتره الجايه على، اصل هو الفتره الجايه انت خلاص يا ابو خليل كمان يعني. انت الموضوع بالنسبه لك انت تلعب الماتش الجاي وبعد كده هتسافر افريقيا. ايوه فيعني خلاص الموضوع، ايوه 17 ماتشك يوم 17 الموضوع انتهى، فالحمد لله لعيبتك جاهزه.